ندد مسؤول مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بهجوم إيران على إسرائيل وتعهدوا بمواصلة العمل عبر كل السبل الممكنة لتسخير الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. بالتزامن مع هذا الاجتماع في واشنطن، تشهد جزيرة كابري الإيطالية اجتماعا آخر لوزراء خارجية المجموعة تم فيه بحث سبل معاقبة إيران بسبب هجومها على إسرائيل وزيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. فعلى مدى اتفقت دول مجموعة السبع في هذين الملفين شائكين، وما شكل خطتها لاحتواء الوضع في الشرق الأوسط قبل انفجاره؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من جنيف الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، ومن لندن ينضم إلينا البروفيسور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، ومن واشنطن ينضم إلينا الأستاذ حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. لنبدأ بمخرجات اجتماعات دول السبع الكبرى فيما تعلق بملف الشرق الأوسط. أستاذ حازم، تمخض الجمل وولد فأرا، أم أن العقوبات التي أقرها وزراء مالية دول السبع في واشنطن بحق إيران ستكون أكثر إلاما وتأثيرا من سابقتها؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة. للأسف تمخض الجمل وولد، لم يولد فأرا، عاد لنا الفأر الموجود حاليا. ليس من هناك من جديد في هذا، يعني نتيجة هذه الاجتماعات، مع أن الوضع في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط يتغير، لكن استراتيجية لا تتغير. هناك يعني ضعف واضح وصريح من قبل هذه المجموعة والدول الكبرى والدول الغربية بشكل عام حول اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتغيير المسارات في هذه الصراعات. نبدأ من أوكرانيا، يعني المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. الطرف الأوكراني واضح بشكل مستمر لا نريد مزيد من الأسلحة، قدر ما يلزمنا استراتيجية جديدة تسمح لنا على الأقل بمهاجمة محدودة للأراضي الروسية لقلب هذه المعركة. روسيا يعني تصنع أسلحة بشكل جنوني اليوم، وترسل مساجين وشباب يعني لا علاقة لهم بالحرب إلى ساحات القتال، فلها عدد غير محدود من البشر والعتاد، فلا يمكن تحويل مسار هذه المعركة عبر المزيد من العتاد لأوكرانيا. سننتقل للحديث عن ما تم التوصل إليه ضمن اجتماعات مجموعة السبع بخصوص أوكرانيا، ولكن دعنا نتحدث أولا حول ما تم الاتفاق عليه بشأن معاقبة إيران. بروفيسور فواز، خطاب مزدوج تابعناه اليوم من اجتماعات دول السبع الكبرى، هل لمست جنوحا نحو التصعيد ضد إيران أم رغبة في احتواء التوتر بينها وبين إسرائيل؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال هو الحقيقة لب الموضوع. يعني ما تحاول قمة مجموعة السبعة القيام به الدول السبعة الغربية هو محاولة لطمأنة إسرائيل على أن الدول الغربية الأهم هي الحقيقة تساند إسرائيل وسوف تسرع وتوسع وتعقب وتعمق العقوبات على إيران. الهدف الاستراتيجي لهذا الخطاب لتوسيع وتوثيق وتعميق العقوبات هو محاولة الحقيقة لإقناع إسرائيل بعدم التصعيد ومهاجمة إيران، هذا هو الهدف الرئيسي. عدة نقاط وبسرعة يتفرع عنه يا أستاذ أحمد. كما ذكرت، إيران تخضع لأقصى نظام عقوبات في العالم منذ 40 سنة. هذا النظام العقوبات الحقيقة أدى إلى قصم، يعني الشعرة التي قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني. الشيء الوحيد، القطاع الوحيد الذي يسمح لإيران بالتعامل معه قطاع النفط من خلال الصين واليابان والدول الأخرى. الجديد في هذه العقوبات هو التركيز على المكونات لصناعة المسيرات والصواريخ البالستية، لأن مجموعة السبع الآن تحاول حقيقة يعني عقد مقارنة بين هجوم إيران على إسرائيل ومساعدة إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا. يعني يحاولون الآن إيجاد طرق معينة، لأن في رأي مجموعة السبع هناك نوع من يعني
عقبة اللقاء أو الربط ما بين الملفين، ملف إيران وإسرائيل وإيران وروسيا. النقطة الأخيرة في هذا المجال وسوف أشير إليها، أن أهم للمشاهد أهمية قمة مجموعة السبع. مجموعة السبع هي ليست فقط مجموعة اقتصادية، هي الحقيقة الآن رأس حربة الاقتصاد الغربي بقيادة الولايات المتحدة، هي مركز صنع القرار الاستراتيجي والسياسي، هي مركز قرار يوازي أهم من حلف شمال الأطلسي. ومن هنا علينا أن نذكر المشاهد بأن هذا اجتماع تمهيدي لقمة الرؤساء ورؤساء الوزراء في أول حزيران، ولكن الهدف الرئيسي ما أسميه أنا قمة الحروب هذه الآن، مجموعة الحرب في غزة الإسرائيلية في غزة، الصراع الذي يمكن أن يتحول إلى حرب بين إسرائيل وبين إيران، وأيضا الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن هنا التركيز على الحروب، وخاصة على محاولة لمنع الانفجار ما بين إيران وإسرائيل. طيب دكتور حسني عبيدي، لماذا تمت مناقشة مسألة معاقبة إيران ضمن مجموعة السبع وليس في أروقة مجلس الأمن؟ البعض يرى بأن العالم منقسم وبالتالي التوصل إلى إجماع في هذا الشأن مستحيل بسبب حربي إسرائيل والفصائل الفلسطينية وروسيا وأوكرانيا. يعني منذ فترة ونحن نشهد كيانات موازية، يعني مثلا المجموعة الاقتصادية الكبرى وكذلك دافوس والعديد من المنظمات الإقليمية الأخرى أصبحت تسيطر في النهاية على قرارات سياسية وقرارات اقتصادية مهمة جدا عكس الأمم المتحدة، كما أشرت أن تعتقد بأن خاصة مجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة الثانية مسيطر عليها من دول الجنوب، ومجلس الأمن كذلك مشلول بسبب حق الفيتو، وهي في النهاية لا تلجأ أصلا إلى هذا مجلس الأمن إلا إذا كانت متفقة أو إذا كانت متأكدة بأنه يمكن أن تحصل على قرار مفيدا لها. النقطة الثانية هو يعني كما تعلم بالنسبة لهذه المجموعة في كابري هي تسيطر على نصف الناتج القومي الإجمالي يعني للعالم، وبالتالي لديها صحيح قوة رادعة مهمة. العقوبات هي بدأت أصلا منذ فترة، لكن هناك الآن إعطاء من اجتماع واشنطن أعطى بعض أعطى أسماء بعض الكيانات سواء كان شركات أو مؤسسات أو أسماء تم تحويلها من أجل فرض عقوبات. أوروبيا يعني هناك إجراء متبع من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو يكون دائما معاقبة أي جهة تقوم بالاعتداء على دولة تعتبرها دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية كدولة صديقة. لكن جوهريا لا أعتقد أن هناك يعني جديد بقدر ما هو فعلا دعم أو تقوية العقوبات الموجودة أصلا. طيب تقوية العقوبات الموجودة أصلا، لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين كانت لافتة. مثلا الرئيس الأمريكي، وسؤالي لك أستاذ حازم، الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم إيران بالسعي لمحو إسرائيل من الوجود وتعهد بأن بلاده لن تسمح بذلك. هل يعني هذا التصريح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم إيران في أي هجوم انتقامي محتمل على إيران؟ طبعا يعني هذا التصريح وهذا الموقف الأمريكي هو أساسي اليوم، يعني بعد أيام بسيطة من تعرض إسرائيل إلى أكبر هجمة بالمسيرات والصواريخ في تاريخ المنطقة وتاريخ العالم، أعتقد يأتي إيران والإعلام الإيراني والنظام الإيراني ويقولون سنستهدف المفاعلات النووية الإسرائيلية. يعني وصلنا إلى مرحلة الجنون ومرحلة يعني التهديد أمن المنطقة كلها من قبل إيران. للعودة بسيطة وتعقيب على ما تحدث به البروفيسور فواز وموضوع العقوبات على إيران تحديدا، هذه العقوبات أولا لم يكن هدفها يوما تجويع المواطن الإيراني وتأثير على الداخل الإيراني، هدفها هو إيقاف آلة الحرب وآلة الصناعة الحربية الإيرانية تحديدا. هذا فشل جزء لأن إيران يعني تركز وأساس يعني انفاق الحكومة هو التسليح وتطوير السلاح، والسبب الآخر الأهم هو أن لا يمكننا تطبيق عقوبات لا يطبقها الجميع، جميع دول العالم هنا
عندما تكون روسيا تخرق العقوبات بشكل مستمر، الصين لها دور في خرق هذه العقوبات. طبعا المجال الحيوي الإيراني الذي ابتدعته بين العراق وسوريا، لبنان واليمن، هو جزء من خرق هذه العقوبات. لا نستطيع تطبيق هذه العقوبات التي قد تكون ناجحة إذا كان هناك إجماع عالمي على تطبيقها. فنعود إلى المشكلة، ماذا لدينا اليوم لردع إيران؟ أعتقد أن يعني أقولها دوما، زمن الجزرة أعتقد قد انتهى. اليوم يجب علينا إشهار العصا نحو إيران التي أصبحت تهديد للأمن العالمي، ليس فقط أمن إسرائيل أو أمن المنطقة فقط. عندما نتحدث عن ضرب مفاعلات نووية أو استهداف مفاعلات نووية، اليوم نتكلم عن الأمن العالمي، يجب إيقاف إيران. والأهم من ذلك أيضا، لا يجب بأي حال من الأحوال وبأي طريقة من الطرق أن يكون بيد إيران سلاح نووي بأي من أي نوع وبأي شكل من الأشكال. وهذه هذا خطر، وهذه أكبر خطر سيكون على العالم. وهذا بالتحديد ما لوحت به إيران بروفيسور فواز جرجس، وزراء خارجية ومالية المجموعة تعهدوا بدعم إسرائيل في مواجهة إيران. وكما تفضل الأستاذ حازم الغبرة، هذا هو صوت الغرب الآن، يجب إيقاف إيران، لكنها تعهدت هي أيضا أو هددت بمراجعة عقيدتها النووية في حال تعرضت مفاعلاتها لهجوم. ما حيز المناورة لدى الدول الغربية في الضغط على طهران؟ أولا، من الأهمية بمكان التحليل وليس إعطاء الآراء السياسية والجزم السياسي والأيديولوجي. نحن في قناة محترمة للغاية، ومن الأهمية بمكان أن نحلل ونحاول أن نفهم ما حدث وما يمكن أن يحدث، ونضع الخلفية للتصريحات الإيرانية. أولا، وأنا لست من لا أدعم إيران لا علنا ولا سرا، ولكن إسرائيل هي التي استفزت إيران، إسرائيل هي التي صعدت، إسرائيل هي التي هاجمت قنصلية دبلوماسية إيرانية، هجوم على السيادة الإيرانية، على الدولة الإيرانية. نقطة الأولى، ويلفت نظري أنا كأستاذ أكاديمي أن ليس هناك دولة واحدة في الغرب واحدة انتقدت التصعيد الإسرائيلي، وهو يعني إذا كنت سوف أكون جازما، ولن أكون جازما أبدا في تحليلي، الهدف من هذا التصعيد العيّة هو جر الولايات المتحدة والغرب إلى حرب مباشرة مع إيران. وهذا بالفعل ماذا تريده إيران أولا وأخيرا. انتظرت إيران 10 أيام، أوصلت عدة رسائل بأن هدفها هو الرد، استعادة الردع، وليس الدخول لا في مواجهة مع إسرائيل ولا في مواجهة مع الولايات المتحدة. وهذا ليس تحليلي. الولايات المتحدة تقول بالحرف الواحد بأن إيران لا تريد مواجهة. هناك تبادل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران. النقطة الأخرى بالنسبة للمفاعل النووي الإيراني، بالفعل أنا قراءتي أن أحد الأسباب الرئيسية يا أستاذ أحمد أن إيران لم ترد على الهجمات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، اغتيال العلماء الإيرانيين، اغتيال الضباط والمسؤولين الإيرانيين، الضربات في الداخل الإيراني وفي سوريا، لأن الجائزة الكبرى لإيران هو تطوير القدرة النووية من أجل الحصول على رادع، ليس فقط ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة. ومن هنا أنا أعتقد، ومن هنا الكلام الإيراني الآن، التصريحات الإيرانية، نعم. علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل دولة نووية، أن لديها حوالي 100 رأس نووي، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط. وهذا يعني بالفعل كلنا علينا أن نهتم بمنطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي بما فيها إيران وإسرائيل وأي دولة أخرى، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن التصعيد الحالي، نعم. إلا من خلال سياسات واستراتيجيات تقوم بها حكومة بنجمين نتنياهو، التي تجر إسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة إلى حرب يمكن أن تكون مدمرة على الكل، على الإسرائيليين، على العرب، وعلى الإيرانيين والفلسطينيين الذي عانوا بالنسبة ل7 أشهر أكبر معاناة إنسانية في تاريخهم، النكبة الأهم في التاريخ الفلسطيني. طيب دكتور حسني عبيدي، ونحن نتحدث عن الضغط في اتجاه المفاعلات النووية، صحف
ومواقع وأيضا قنوات عبرية تحدثت اليوم عن إصابة مفاعل ديمونة النووية الإسرائيلي بأضرار جراء سقوط صاروخ أو لربما مسيرة، وبالتالي هناك نية لاستهداف المفاعل النووي الإسرائيلي. ما مدى خطورة هذا التصعيد في اتجاه ضرب المفاعلات بين الطرفين؟ يعني هو قبل كل شيء يعكس الحجم الرقابة الذي تمارسه إسرائيل على المعلومات العسكرية. في البداية كانت الرواية الأولى بأن هذه الصواريخ والمسيرات لا يعني تم إفشالها تماما، وتحدثوا عن أعتقد 15%، ثم تغيرت الرواية. حتى الولايات المتحدة والدول المساهمة معها مثل فرنسا وألمانيا بريطانيا قالوا بأن 85% من هذه الضربات تم توقيفها وتدميرها، ما يعكس في النهاية بأن الضربات الإيرانية لم تكن فاشلة لهذا الحد، بالعكس بل وصلت إلى مفاعل ديمومة الذي هو كما تعلم تقريبا منطقة عسكرية ممنوعة ويتمتع كذلك بحراسة شديدة جدا. هل إيران كانت تريد استهدافه؟ ليست لديها معلومات بصراحة حتى أجزم بذلك، لكن من المؤكد أن التصريح الثاني أعتقد لأنه هو الأهم، هو الضربة الثانية المرتقبة من قبل إسرائيل وليس الضربة الأولى، الرد الإيراني الذي كان منتظرا لحافظ ماء الوجه. وكذلك كما قال الدكتور جوردس قضية مثلا إعادة ما يسمى بسبب الردع، لكن الضربة الثانية التي تقلق الغرب وخاصة هنا الاتحاد الأوروبي، الضربة الثانية باعتبار أنها فعلا يمكن أن تشكل استفزازا ثانيا لإيران، والإيرانيون صرحوا اليوم بأن المفاعل النووية الإيرانية ليست مستثناة من هذه العملية. وصحيح أنه فعلا يمكن وصلنا إلى مرحلة خطرة. بوريل صرح هذا المساء في كابري وقال نحن على حافة الهاوية، وأنا أعتقد أنه لا يبالغ عندما يتحدث على هذا الأمر. طيب إذا نترك حافة الهاوية في ملف التوتر بين إيران وإسرائيل وننتقل إلى حافة هاوية أخرى تشكلها الحرب الروسية الأوكرانية. انخراط الدول الغربية بشكل مباشر في الدفاع عن إسرائيل أثار حفيظة أوكرانيا التي اتهمت حلفائها الغربيين بالتعامل معها على نحو مختلف مقارنة بتعاملهم مع إسرائيل، ولذا ركزت اجتماعات دول مجموعة السبع في شقها الثاني على سبل مساعدة أوكرانيا. فهل نحن اليوم إزاء نقطة تحول استراتيجي في الموقف الغربي من الغزو الروسي لأوكرانيا؟ نتابع. اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية، هل سيكون نقطة تحول بالنسبة لأوكرانيا وما الذي تعهدوا به؟ بعد تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأسبوع الماضي التي انتقد فيها الغرب وقال بأنهم يساعدون إسرائيل أكثر من بلاده، أكد وزراء خارجية مجموعة السبع هذه المرة على دعمهم الكامل لأوكرانيا، بل وعلى زيادة الدعم العسكري لقوتها التي تواجه حالياً صعوبات ميدانية في ظل تأخر المساعدات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى تعهدهم بممارسة كل الضغوط الممكنة على إيران لوقف دعمها اللوجستي لروسيا، وعلى بكين على وجه الخصوص لتقليص دعمها العسكري لموسكو والتوقف عن تزويد روسيا بمواد تستخدمها في صناعة الأسلحة في وقت تحرز فيه القوات الروسية مكاسب على الأرض في أوكرانيا. كذلك وخلال اجتماع انعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد المسؤولون الماليون في مجموعة السبع بالالتزام على تلبية احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل التي تحتاجها كييف، وعلى مواصلة العمل عبر كل السبل الممكنة لتسخير الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار وإيراداتها لمساعدة أوكرانيا على حد تعبيرهم. فإلى أي مدى تستطيع مجموعة السبع الوفاء بكل هذه التعهدات؟ سؤال مهم جدا أحيله عليك وإليك أستاذ حازم الغبرة، هل يمكن القول بأننا إزاء استراتيجية ومقاربة مختلفة تماما لدى دول مجموعة السبع تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، خلافا لما تحدثت عنه قبل قليل بخصوص التوتر بين إسرائيل وإيران؟
سيد الكريم، أعتذر يعني ضرورة العودة إلى الفقرة الماضية، لكن أعتقد أني هجمت، يعني أنا كلامي شعبوي وغير أكاديمي. دكتور فواز ليس من الأكاديمية. لم أفهم الأمر على هذا بالزمن. النحو عفوا، أنا هكذا رأيته، لأن عندما نعود بالزمن أسبوع فقط إلى الوراء ونقول بدأ الزمن من هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية، وننسى أن الفعل الأول الإيراني بعد استلام نظام الملالي لإيران هو محاصرة والدخول إلى السفارة الأمريكية، هذا خطأ. عندما نتناسى تاريخ إيران الطويل في دعم المجموعات الإرهابية من حزب الله إلى حماس، وأن إيران هي السبب الذي الشرق الأوسط موجودة فيه الآن، هذا ليس من الأكاديمية بشيء سيدي، أعتذر عن هذا. عودة إلى سؤالك الهام جدا تجاه أوكرانيا. اليوم نحن في نقطة فاصلة أساسية، أعتقد أستاذ حازم، لربما من باب يعني من باب العدالة في توزيع الوقت وأيضا في توزيع فرص الجدل والرد، هل تسمح لي بأن أعطي الفرصة للبروفيسور فواز تفضل. لكي يعلق أكيد. على ما تفضلت به حتى ننهي أكيد. هذا أكيد. ربما الخلاف البسيط. أكيد. أنا الحقيقة لا أرد على أحد، أنا أحاول أن أفهم وأحلل وأن أكون منصفا في تحليلي. لك ذلك. أنا دائما يمكن أن أخطئ، ولكن أنا يعني في من للمشاهد، الكلمة والمعلومة هي مقدسة عندي أنا. المعلومة والكلمة المنصفة والمحقة مقدسة، ومن هنا يمكن أن أتحدث بأشياء يمكن أن تنزعج منها أنت والعديد من المشاهدين، وأعتذر عن ذلك، ولكنني سوف دائما أكون منصفا وحرا وتحليليا في ردي على نشكرك على ذلك بروفيسور فواز. الأستاذ أحمد، نشكرك على ذلك، وأعود إليك أستاذ حازم الغبرة. دعنا نفصل في مسألة المقاربة الجديدة فيما يخص دعم أوكرانيا لو تفضلت. أعتقد أن هناك مفترق طرق الآن، هل تستمر هذه الحرب لسنوات ويبقى الطرف الروسي يرسل المرتزقة المساجين، يصنع السلاح بطريقة محمومة ويرسلها إلى الجبهة الأوكرانية، أم يتفق الغرب على دعم الموقف الأوكراني المتجدد الآن؟ أوكرانيا بشكل واضح طلبت من الدول الداعمة السماح لها باستعمال جزئي للأسلحة التي تقدمها لها لمهاجمة الأراضي الروسية تحديدا. جرى الحديث عن منشآت نفطية، أنا ضد هذه الفكرة بسبب اعتماد أوروبا على النفط الروسي. أعتقد أنه حان الوقت لمهاجمة الأراضي الروسية تحديدا خطوط الإمداد، هناك شبكة قطارات تمد الجبهات في أوكرانيا، على الطرف الأوكراني أن يستطيع البدء بمهاجمة هذه الخطوط حتى نقلب اتجاه الحرب. الآن للأسف الغرب بسبب فشل الغربي المستجد في اتخاذ قرارات استراتيجية صعبة للغاية، نرى أن هذه الحرب أستاذ حازم هل تعتقد بأن الاستراتيجيين العسكريين الأوروبيين لا يملكون سبل ضرب طرق الإمدادات الروسية واستهداف الأراضي الروسية؟ هم يملكون الأدوات لذلك ولكن يحسبون حساب العواقب. روسيا دولة نووية سيدي، وأوروبا قريبة من روسيا وليس الولايات المتحدة. 100% نحن نحترم رأي وطموحات العسكريين، لكن هؤلاء أيديهم مكبلة بالقرار السياسي. كان هناك خطوط حمر كثيرة من الطرف الروسي، لدينا نووي سنستعمل نووي، لم يتم يعني استعمال نووي أو تفعيل النووي حتى. فإذا أردنا أيضا لا يمكن للعالم العيش تحت إرهاب النووي، ويقول الطرف الروسي إذا لم تفعلوا ما نمليه عليكم لدينا سلاح نووي، هذا أمر خطير جدا ويضع العالم كله بيد الطرف الروسي. لا يمكن استخدام سلاح نووي، سلاح ردع سيدي ليس سلاح هجوم. يعني يجب أن يتم قلب معادلة هذه المعركة، لو لم نفعل ذلك ستستمر سنوات. المشكلة ليست في الأوروبيين لوحدهم، الكونغرس الأمريكي يحتجز حزمة مساعدات بستين مليارا، سنعود للحديث عنها. بروفيسور فواز، الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ قال خلال اجتماع كابري، كان ينبغي علينا كغربيين أن نقدم للأوكرانيين المزيد من الأسلحة باكرا،
ما الذي يعنيه هذا التعبير عن الندم على لسان ستولتنبرغ؟ يعني بالفعل ما يجري الآن، وكما تعلم يا أستاذ أحمد، يعني خف الاهتمام بالحرب في أوكرانيا إلى درجة كبيرة بعد 7 أكتوبر. كل الاهتمام الآن في الحرب في غزة، في المعاناة الإنسانية، في احتمال حرب بين إسرائيل وإيران. ومن هنا الحقيقة كان نقد الرئيس الأوكراني بأن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة تساعد إسرائيل أكثر مما تساعد أوكرانيا. ما يحدث على الأرض هو التالي الآن. ما تتخوف منه قيادات الغربية والأوروبية هو الإنجازات التكتيكية المتعددة التي تراكم هذه الإنجازات يمكن أن يؤدي إلى تآكل القدرة الدفاعية لأوكرانيا وهزيمة أوكرانيا على الأرض. هذا ما يجري بالفعل. الكل يتخوف، والكل ينتظر كما ذكرنا قرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على حزمة المساعدات ب$60 مليار. ما تم علينا أن نكون واقعيين وتحليليين. هناك تعب إلى درجة إنهاك. الدول الغربية منهكة، لأنه أن تتحدث عن مئات المليارات من الدولارات التي قدمت إلى أوكرانيا، فشل الهجوم المعاكس لأوكرانيا، سقوط يعني والهجوم المعاكس الروسي الذي بدأ يعطي ثماره. ما يتم الآن ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية تحاول حقيقة مساعدة أوكرانيا من خلال نظام دفاع جوي جديد. التركيز الآن، إذا سألتني، التركيز الآن لألمانيا وفرنسا والدول الغربية هو التركيز على بناء نظام دفاع جوي يمكن القوات الأوكرانية من الصمود أمام الهجمات الدامية للقوات الروسية بانتظار المساعدات الأمريكية. ولكن لفتني تصريح رئيس وزير الخارجية الإيطالي حينما قال نريد مساعدة أوكرانيا من أجل عملية المحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا. أنا أعتقد ما يحدث الآن هناك قناعة بأن أوكرانيا لن تستطيع هزيمة القوات الروسية. هناك قناعة حتى في الولايات المتحدة بين الاستراتيجيين ويعني مراكز الأبحاث. ومن هنا الآن الهدف الرئيسي هو ليس الحقيقة مساعدة أوكرانيا على الهجوم، ولكن على الصمود من أجل البدء بعملية سياسية تنهي هذا الصراع على حساب الأوكرانيين، لأنه في نهاية المطاف الحقيقة ما يجري في شرق أوكرانيا خطير للغاية. الخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية والروسية، ولكن تراكم الإنجازات الميدانية الروسية يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجبهة الشرقية بأكملها في الأيام والأسابيع القادمة والشهور القادمة. طيب، في هذا الإطار، على ضوء الوضع الميداني، دكتور حسن عبيدي مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل قال إن دول الاتحاد الأوروبي يجب ألا تعتمد على الولايات المتحدة، بل يجب أن تظهر قوتها وتتحمل مسؤولية تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، وأضاف لدينا أنظمة باتريوت ولدينا أنظمة صواريخ دفاع جوي. ألا يكشف ذلك خلافا في الصف الغربي، ولربما تعبا كما أشار إلى ذلك البروفيسور فواز؟ يعني هي قمة كابري كان مقررا لها أن تكون مخصصة فقط لأوكرانيا، لكن الحرب على غزة بالإضافة كذلك إلى الصراع بين إيران وإسرائيل فرض نفسهما على جدول القمة. النقطة الثانية أعتقد مهمة هي قضية الصين. يعني هناك اقتناع لدى مجموعة السبع بأن في النهاية الصين ما زالت تزود روسيا بما تحتاجه، وربما تساعد في هذا التفوق العسكري الروسي. والعقوبات أصلا موجودة على إيران، ولذلك هناك ربط مباشر بين ما يحدث بين إيران وإسرائيل وبين أوكرانيا. العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران كانت بسبب المصيرات الإيرانية الموجودة في أوكرانيا، ولذلك اليوم فقط تم تجديد هذه العقوبات، لأن العقوبات موجودة أصلا سابقا. هناك صوت واحد منذ فترة، ونعلم جيدا بأن الاتحاد الأوروبي منقسم على نفسه في قضية حيال أوكرانيا. هناك دول ليس لديها أصلا القدرة العسكرية. يعني هناك إحصائيات منشورة أن بعض الوزارات الدفاع تقول بأنه ليس لدينا ما يكفي من مخزون السلاح لو تعرضت إحدى الدول الأوروبية إلى هجوم مضاد.
يعني أن الدول الأوروبية لا يمكن في النهاية أن تذهب أبعد مما وصلت إليه اليوم من ناحية ضخ الأسلحة وإرسال أسلحة متقدمة سواء كان طائرات أو حتى دبابات، وتقول بأنها تحتاج إلى فترة، وذلك تم الاتفاق على برنامج من أجل يعني من أجل برامج عسكرية داخل أوكرانيا. أما قضية الأنظمة الصاروخية، الجميع يقول بأن في النهاية تقهقر الأوكراني هو سببه انعدام وفقدان أوكرانيا لأنظمة دفاع جوي. ولا وانا اعتقد انه كما تقوله الدول الاوروبيه، انه اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه ما زالت الى حد الان متعثره، والكونغرس ما زال متردد في الموافقه على حزمه المساعدات بالتحديد 61 مليار دولار، لا يمكن في النهايه الاقتصاديات الاوروبيه ان تتكفل او ان تتحمل هذه النفقه الكبيره. الامريكيون يعتقدون بان اوكرانيا هي قضيه اوروبيه بامتياز، وهم على حق، يعني في النهاية هي حدود أوروبا الشرقية، ويخشون في النهاية أي تفوق روسي على أوكرانيا ربما كذلك سيؤدي إلى مناطق أخرى مثل مولدافيا إلى غير ذلك. ولذلك أنا أعتقد سيستمر هذا التضامن الأوروبي، وسيدفعون بكل ما لديهم من أجل ربما عرقلة التقدم الروسي. لكن المسار الدبلوماسي هو بدأ أصلا، كما تعلم هناك اتفاق ما بين الدول الغربية على أن تحتضن سويسرا في هذه السنة اجتماع كبير حول السلم في أوكرانيا، وهناك دفع أمريكي ودفع أوروبي من أجل هذا الاجتماع، لكن لعدم حضور موسكو في هذا الاجتماع. طيب، في ظل هذا صعوبة دعم أوكرانيا بما تحتاجه من أسلحة من قبل حلفائها الغربيين، سأعطيك المجال بروفيسور فواز، ولكن اسمح لي أولا أن أطرح هذا السؤال على الأستاذ حازم الغبرة. هل تتوقع أن يفرج الكونغرس الأمريكي على حزمة 60 مليارا في تصويته المقبل في ظل تردي الوضع الميداني بالنسبة لأوكرانيا؟ تصحيح سريع جدا على مغالطة سمعتها منذ ثواني. الولايات المتحدة لا تعتقد أن مسألة أوكرانيا مسألة أوروبية بامتياز. الدليل على ذلك أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة أنفقت ودعمت أوكرانيا. فلا، الولايات المتحدة دوما دعمت أوكرانيا ولم يتغير ذلك. سيد كريم، هناك عدة دول في هذا التحالف الداعم لأوكرانيا، التحالف الأوروبي الأمريكي أو تحالف الناتو، وهذه الدول قد تستطيع أو لا تستطيع تقديم الدعم لسبب أو آخر، سبب اقتصادي، سبب لوجستي، سبب استراتيجي، أو سبب سياسي كما نعرف في الولايات المتحدة. على الدول الأخرى الاتيان وسد هذا الفراغ مؤقتا حتى يتم العودة إلى نوع من التمويل المنتظم. وأيضا يعني الولايات المتحدة تحملت الكثير من العبء، وعلى الطرف الأوروبي أيضا تحمل بعض هذا العبء، هذا كنا واضحين جدا به، وهذا ما يوقف الأمور في الكونغرس. ليس أننا لا نريد دعم أوكرانيا، لكن لماذا الولايات المتحدة دوما تتحمل الكلفة وتهاجم إذا تغير موقفها أو لم تقدم ما يعتقد البعض أنه كفاية؟ هذه مشكلتنا، يعني لا أحد يشكر، كله يهاجم. الولايات المتحدة لكن واقع الحال أستاذ حازم إن سمحت لي، واقع الحال الآن يشرح الوضع ببساطة. الولايات المتحدة الأمريكية صحيح دعمت وقدمت أكبر دعم عسكري ومالي لأوكرانيا، لكنها الآن تحجم عن الاستمرار في الدعم في مرحلة مفصلية بالنسبة للجيش الأوكراني. كل يوم سيدي الكريم في التاريخ الحديث لأوكرانيا في العامين الماضيين كان مفصلي، لا هناك من جديد، كل يوم كان هناك حاجة للسلاح، لكن يعني ننظر إلى الكأس شبه فارغ ونقول الولايات المتحدة لا تفعل. لماذا لا ننظر إلى ما فعلته الولايات المتحدة؟ لولا الدعم الأمريكي حتى الآن لكان العلم الروسي يرفرف في كييف اليوم. الولايات المتحدة قدمت الكثير، على الاتحاد الأوروبي أن يأتي، وقمنا بتوسيع الناتو لهذا الهدف. تأتي هذه الدول خصوصا الدول المنضمة حديثا وتقدم الدعم اللازم لأوكرانيا. أوكرانيا تستاهل الدعم من كل أحد، لكن الولايات المتحدة لدينا قيود سيدي الكريم لا نستطيع كسرها، الكونغرس هو أحدها، ولا نستطيع تقديم الآن. نتمنى أن نستطيع الاستمرار بالتقديم، لكن هناك قيود صارمة جدا على استطاعتنا تقديم الدعم اليوم.
طيب إذا هناك قيود في الولايات المتحدة الأمريكية، وإدارة بايدن تحولت إلى بطة عرجاء بسبب الانتخابات أيضا وتحضيرها للانتخابات المقبلة، يقول مراقبون. دكتور حسن عبيدي، اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن دعا إلى استثمار الأموال الروسية المجمدة في المصارف الغربية لدعم أوكرانيا، لماذا لم ينفذ الغرب هذا الوعيد حتى الآن؟ وباختصار لو تفضلت. لا، سأكون مختصر شديد، لأن العديد من الدول الأوروبية غير لا توافق على هذا الإجراء، وهناك دول أوروبية تقول، وهذا يعني حقيقة، أن هناك إجراءات قانونية معقدة جدا من أجل استعمال الأرصدة، هناك أرصدة وصول خاصة وهناك وصول حكومية داخل البنوك العالمية والبنوك الأوروبية، ومن أجل تحويلها في النهاية إلى دعم أوكرانيا. طيب بروفيسور فواز، كنت تريد أن تعلق على أمر ما، أعطيك الكلمة، وسؤالي لك: إلى أي مدى ترابط الحربين، حرب غزة وحرب أوكرانيا وروسيا، أربك حسابات الغرب، وما تأثير هذه على تلك كخلاصة؟ يعني أولا وبسرعة، كنت سوف أتحدث عن الملف الآخر الذي لم نتحدث عنه، وهو الصين. إحدى الملفات المهمة هو ملف الخلافات البحرية في المحيط الهندي، يعني الاندو باسيفيك، وخاصة بين الصين والفلبين وبعض جيرانها. ومن هنا ربط الملفات ككل لهذه القمة، يعني ملف روسيا، ملف الصين، وأيضا ملف إيران. ومن هنا هذا الترابط. بالنسبة لسؤالك يا سيد أحمد، بالنسبة وتفضل به الضيف، وزير الخارجية الإيطالي قال: كلنا نريد أن نساعد أوكرانيا، ولكن الأرصدة الروسية هناك إطار قانوني لم نفحصه بعد. يتخوفون جدا أن أي يعني هذه الأرصدة يمكن أن تشكل سابقة في تاريخ النظام الاقتصادي الدولي، ومن هنا التردد. حتى العديد من السياسيين الأمريكيين يتخوفون من هذه السابقة. بالنسبة لي، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الحقيقة بالفعل أن الدول الغربية كما يقال over extended now، الولايات المتحدة over extended. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقول بالحرف الواحد: إذا فزت بالرئاسة لن أعطي دولار أمريكي لأوكرانيا. وهذا يدل بالفعل على أن القادم هو يعني خطير للغاية على الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى طبيعة الصمود الأوكراني. في نهاية المطاف، لا أعتقد أننا نشهد تغييرا جذريا أو نوعيا، إما بالنسبة لإيران أو بالنسبة لأوكرانيا. هناك إنهاك في الغرب، وليس هناك من الدعم المالي الكافي لتغيير مسار الحرب. الكل يريد لأوكرانيا أن تصمد، ولكن ليس هناك الإرادة السياسية والدعم المالي والعسكري الذي يمكن أن يغير من طبيعة مسار الحرب في أوكرانيا، أو حتى يغير من طبيعة الصراع الأمريكي الصيني. ومن هنا أنا أعتقد ما نشهده هو جزء لا يتجزأ من صراع استراتيجي دولي سوف يأخذ عقودا من الزمن، وليس مسألة أشهر أو سنوات. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور فواز جرجس، كنت معنا من لندن. ومن جنيف أشكر الدكتور حسن عبيدي، ومن واشنطن أشكر جزيل الشكر أيضا الأستاذ حازم الغبرة. مشاهدينا الكرام، المسائية متواصلة في جزئها الثاني بعد الفاصل، فابقوا معنا.